أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مثل هذه الأيام التي يحظى بها المسلمون، هذه الأيام التي ترتبط بأيام جعلها المولى تبارك وتعالى واحدة من أفضل أيامه على وجه الأرض بالنسبة للإنسان ككل وبالنسبة للإنسان المسلم، هذه العشر تسمى بالعشر الأوائل من ذي الحجة. هذه العشر جعلها المولى سبحانه وتعالى فيها نعم كثيرة، من بين ما جعل فيها المولى تبارك وتعالى أن يكثر فيها الإنسان المسلم الصيام. فيها يوم عرفة الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى إلى عرصات وصعيد عرفات، يغفر لكل من يطلب منه المغفرة، إلا أن المولى تبارك وتعالى أعقبها في اليوم العاشر ذبحا للأضحية بالنسبة لنا كمسلمين من غير الحجاج. تلك أضحية مرتبطة بأضحية العيد، أما بالنسبة للحاج فإنها أضحية مرتبطة بالمناسك حتى لا يخلط الإنسان بين الأمرين. بالنسبة لهذه الأضحية جعل المولى سبحانه وتعالى لها شروطا أساسية ذكرها الفقهاء جملة وتفصيلة، من بينها أن يكون هذه الأضحية كبشا أملحا يتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى. كل إنسان يتقرب بهذه الأضحية إنما يجعل في ذاته وفي ذهنه وفي تصوره أنها تقع بين يدي المولى تبارك وتعالى، لحمها ودمها وصوفها وشعرها قبل أن يقع دمها على الأرض. إلا أن المولى تبارك وتعالى جعل هذه الأضحية التي نتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى من باب رفع لشعيرة العيد، أن جعل لمن يقدم على ذبحها شروطا. من بين هذه الشروط الإنسان الذي يريد أن يذبح هذه الأضحية، أولا ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر وكانت في نيته الذبح أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. أما الذي يقوم بعملية الذبح فمن الشروط التي اشترطها الفقهاء فيه وقد نص عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن يكون مسلما، وقد ورد أيضا في النص القرآني يمكن أن يكون أيضا من أهل الكتاب. ثم كذلك من بين الشروط الأساسية ينبغي أن يكون لم تشترط الشريعة الإسلامية أن يكون ذكرا أو أنثى، فيحق ويصح للمرأة الذبح. ثم كذلك من بين الشروط ينبغي أن يكون الإنسان عاقلا، وينبغي أن يكون بالغا، وينبغي أن يكون هذا الإنسان يعرف شروط التي من خلالها يستطيع ذبح هذه الأضحية. من بينها ينبغي أن يسن أو أن يحد شفراته قبل أن يذبح هذه الأضحية. لا ينبغي ذبح الأضحيتين معا في وقت واحد أن ترى الواحدة الأخرى. ثم كذلك من بين الأمور ينبغي أن يستقبل بها القبلة قائلا اللهم هذا منك وإليك، وتقربا إلى المولى سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون فيها أيضا استحضار لنية رفع شعيرة المولى سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأضحية هي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما فعلها سيدنا إبراهيم حينما آتاه الله سبحانه وتعالى بكبش حتى يفضي به ابنه، فهي رفعا لسنة الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تقربنا بهذه الشعيرة إلى المولى تبارك وتعالى رفعا لقيمته ورفعا لتذكيرهم بأيام الله سبحانه وتعالى التي قال فيها المولى تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله. فالشعيرة تذكير بأيام الله، ورفعا للإيمان، ورفعا للعبادة، ورفعا للتقوى، ورفعا لمحبة المسلمين، وتقربا إلى المولى تبارك وتعالى بمساعدة الفقراء ومساعدة المساكين ومساعدة المحتاجين ومساعدة الأرامل والأيتام. كل هذه الأمور إنما جعلها المولى تبارك وتعالى رفعا للغبن عن هؤلاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغبن
وأن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى قائلين: اللهم يا ربي لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرفع ذكره ورفع محبته ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى إخوان الذين ماتوا في زمن أزمة كوفيد-19، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم شهداء نحتسبهم كذلك، ولو نزكي على الله أحد المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم الأصحاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع همة المسلمين. نسأله أيضا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.